رياضيات، أنشطة الدعم. أضع وأنجز العمليات التالية: 124 في 16، 145 في 9، 267 في 25، 345 في 32. سؤال رقم 2، أتمم المتساويات التالية: 37 تساوي 7 في عدد زائد عدد. إن 37 تساوي 7 في 5، 35 زائد 2 تساوي 37. إذن أنجز على نفس المنوال: 51 تساوي 8 في عدد زائد عدد، 246 تساوي 10 في عدد زائد عدد، 86 تساوي 9 في عدد زائد عدد. مسألة: اشترى أبي 3 كيلوغرام من اللحم بثمن 65 درهم للكيلوغرام الواحد، و4 كيلوغرام من الدقيق بثمن 6 دراهم للكيلوغرام الواحد. أدى للبائع 260 درهم، كم سيرد عليه البائع؟ أولا، لحل هذه المسألة نكتب الحل العمليات. نقرأ المسألة جيدا ثم نجيب، انتبهوا. الجواب الأول: أولا يجب أن نعرف ما هي المشتريات التي اشتراها أبي، ثمن المشتريات، ثم نقوم بالعمليات لنعرف في الأخير كم سيرد عليه البائع. جمع وطرح الكسور واختزالها. نتذكر أن عندنا مثلا الكسر 1 على 2، 1 يساوي البسط، 2 هو المقام. إن 7 على 3 زائد 5 على 3 تساوي 12 على 3. نلاحظ أن هنا عندنا كسرين لهما مقام موحد 3 3. إذن ماذا سنفعل؟ سنجمع البسطين، 7 زائد 5 تساوي 12. المقام يبقى هو هو، إذن 12 على 3 يمكن أن نختزلها. 12 قابل للقسم على 3، و3 قابل للقسم على 3. إذن نقسم البسط والمقام على نفس العدد: 12 مقسومة على 3 تساوي 4، 3 مقسومة على 3 تساوي 1. مثال ثاني: 5 على 10 تساوي زائد 9 على 10. عندنا كسرين لهما مقام موحد و10. نجمع البسطين، 5 زائد 9 تساوي 14. المقام يبقى هو هو، 14 على 10 يمكن أن نختزلها. 14 قابلة للقسم على 2، 10 قابلة للقسم على 2. إذن نقسم البسط والمقام على نفس العدد. لاختزال الكسر نقسم البسط والمقام على نفس العدد: 14 مقسومة على 2 تساوي 7، 10 مقسومة على 2 تساوي 5. نمر إلى المثال الثالث: 17 على 5 ناقص 6 على 5. عندنا عملية الطرح، المقام نفس المقام، الكسران لهما نفس المقام. 17 ناقص 6 تساوي 11، المقام يبقى هو هو، إذن 11 على 5. لا يمكن أن نختزل الكسر، لأن 11 و5 غير قابلان للقسمة على نفس العدد. الاستنتاج الأول: لجمع أو طرح عددين كسريين لهما نفس المقام، نجمع أو نطرح البسط فقط. الاستنتاج الثاني: لاختزال كسر
نقسم البسط والمقام على نفس العدد. الآن أنجز وأختزل متى أمكن. 8 على 4 ناقص 5 على 4، 9 على 7 ناقص 3 على 7، 3 على 6 زائد 1 على 6، 2 على 8 زائد 5 على 8، وشكراً.